فعلا ممكن نجذب شريك الحياة، أو هذا الموضوع مبالغ فيه، أو يعني كبرنا القصة، جربت تمرين، جربت كذا ما نفع ما اشتغل، كأني أحس إنه الموضوع مبالغ فيه. أول شيء أبغى أقول لك إنه جذب شريك الحياة فعلا شيء حقيقي، فعلا يعني شيء ممكن جدا، يعني ما هو شيء يعني خارق للعادة، ما هو شيء داخل في قانون المعجزات، ما هو شيء يعني غريب، ما هو شيء مستنكر، شيء في نطاق قدرات يعني متوسطي البشر. ما أبغى أقول يعني الناس التعبانة، لا، بس أقصد إنه يعني شخص يعني متطور بشكل متوسط يستطيع أن يقوم بهذه المهمة ويختار شريك حياته ويجذبه ويصل للهدف. مثل ما غالبية البشر يحطون قدامهم هدف وبعدين يشتغلون عليه وبعدين يصلون لهذا الهدف، نفس الشيء، هذا شيء كثير مهم نعرفه. وأيضا في نفس الوقت أبغى أقول إنه هذا شيء مو مضمون، بمعنى إنه مثل أي هدف، مثل أي هدف لما تشتغل عليه في احتمالية إنك ما تحصل هذا الهدف، في احتمالية إنك ما توصل لهذا الهدف ولا تحقق هذا الهدف. لا يعني إنك إنسان سيء، يعني مثلا حطيت هدف إنك تحصل على الماجستير، ما حصلت الماجستير، صار في صعوبات، صار في يوتيرن، صار في أبواب مغلقة، حسيت إنه مو هذا طريقك، تعبت نفسيا، تعبت جسديا، تركت الهدف. هل أنت يعني مش متطور؟ هل أنت منت كويس؟ لا، ما لها دخل، بس هذا مو طريقك، هذا مو الطريق المناسب لك. فالمفروضنا دائما نشوفها بهذا التوازن، جذب شريك حياة موضوع بسيط متوسط البشر قادرين على أن يسوونه، لكن مش مضمون، ما في ضمانات. ممكن تسوي كل التمارين اللي يعرفونها البشرية وما توصل نتيجة، لأنه مو هذا طريقك اللي أنت في العمق تبغاه. الشيء الثاني اللي أبغى أقول لك إياه إنه غالبية البشر يعيشون ضمن نوايا الآخرين، بمعنى إنه غالبية البشر مو مركزين، فبالتالي نواياهم مفتوحة، وهذا يجعل أيضاً جذبهم سهل، غالبية الناس ما حطوا نية إنهم يتجهون لشريك أو لا يتجهون لشريك، غالبية الناس، وخصوصا إذا نتكلم عن الرجال، يعني أقول للسيدات، يعني سيدات في هذا الزمن عندهم تطور أكثر وعندهم اهتمام بالطريق الروحاني أكثر، فبالتالي غالبية الرجال ما يعرف متى يتزوج ولا قرر ولا يدري مين بيتزوج ولا يدري من هي بالضبط شريك الحياة وش مواصفاتها، بينما الإناث غالبا في هذا الزمن عندهم وضوح أكثر في هذا الأمر. وهذا يخلي أيضا موضوع الجذب شريك الحياة أسهل على المرأة في هذا الزمن، إنه وفقا للواقع نوايا الرجال قد تكون معلومة أو تكون ضعيفة. الشيء الثالث اللي أبغى أقوله، قصة الجذب صحيح انها ممكن تصيب وممكن تخطئ وممكن توصل للشخص اللي انت تبغاه وتفرح وبعدين يتلخبط او تنفصل عنه، وممكن ما توصل وتزعل، وممكن ما توصل وتتزوج شخص ثاني وتفرح اكثر. يعني مع كل هذه الاحتمالات ابغاك دائما تتذكر انك في الطريق الصحيح، ما في شيء فاتك، هو أصلا ما كان ضمن الصورة الكبيرة، مش موجود ضمن الصورة، فما في شيء فات، ما في شيء فقد. ما المفروض إن ننظر للموضوع كأنه خسارة، لا، ما المفروض ننظر للموضوع كأنه خسارة، بس أقرب ما يكون كأنه تجربة احنا خضناها، ما خسرنا شيء، فقط مجرد تجربة خضناها، حاولنا إن نوصل لشيء ما وصلنا له، هو مش موجود ضمن الصورة الكبيرة وضمن الصورة الكلية، ومش مقصود، وطاقته مش مقصودة، ولا بيني وبين هذا الشخص أي رسالة ولا في أي انعكاسات، ولا يناسب الصورة الكبيرة، فبالتالي مش مقصود إطلاقا، وما في أي خطأ، وأنت مش شخص سيء إنك أنت ما قدرت تجذبين هذا الشخص وما توصلين لهذا الشخص، وهو مو بذاك الأهمية مهما كان 5 نجوم. وعلى فكرة دائما تذكري في مليارات من الرجال، وأنت أيضا تذكر في مليارات من السيدات، في وفرة من البشر، يعني كميات هائلة حنا، فما فات شيء ولا خسرت شيء ولا طار شيء،
ولا في شيء كان بيكون وما كان، ما في شيء كان بيكون وما كان، كل شيء بالضبط زي ما هو وفقا للصورة الكبيرة.